رجعنا نتواصل من جديد مع كل مشاهدينا في كل مكان. والعمل التطوعي، يعد العمل التطوعي وحجم الانخراط فيه رمز من رموز تقدم الامم وازدهارها، بالاضافه لان الامه كلما ازدادت في التقدم كلما ورقي ازداد انخراط مواطنيها في اعمال التطوع وايضا التقدم وخيرها. فالاعمال التطوعيه عموما بترفع من شان الانسان، بتزيد من همته، بتخليه حريص دائما على انه هو يتقدم ويكون دائما في مصاف العالميه. بالنسبه للدوله اللي هي بتسعى لانه هي تعمل في العمل التطوعي، العمل التطوعي مساحه كبيره جدا لانه احنا نقدر نصل لهموم المواطن، نقدر نصل لمشاكله، لانه التطوع بحد ذاته بخليك تنغرس وتنخرط في هموم الانسان برضاك وغصب عنك، لانك بتكون قريب جدا منه وبتحتويه. احنا اليوم هنتكلم عن واحده من المبادرات التطوعيه التوعويه المهمه. لما نقول توعويه معناها غرضها الاساسي وهدفها السامي ان هي ترفع من شان الانسان وترفع من شان الامه الاسلاميه والعربيه يعني تحديدا. مبادره وعي او مؤسسي فريق وعي، فريق كبير جدا، ومبادره وعي احد المبادرات التطوعيه في العالم بشكل عام وفي العالم العربي بشكل خاص. صحيح، مع انتشار ايضا الوساطه المختلفه وغياب الرقابه الاسريه انتشرت ظاهره او مشاهده الافلام الاباحيه من خلال منصات التواصل الاجتماعي والوسائل عموما محركات البحث المختلفه. هنتعرف على الاسباب وطرق المعالجه والكيفيه حتى للمدمنين في هذه العمليه. سعداء يكون معنا دكتور محمد عبد الجواد مؤسس فريق واعي. صباح الخير. اهلا بك، صباح الفل. نعم دكتور، نتكلم الحاجه عن تاريخ انشاء فريق واعي، بعدك نخرت الموضوع المهم جدا. ان شاء الله. انا انشات فريق واعي بمبادره شخصيه مني في اغسطس 2014، يعني الان بقى لنا اكثر من 5 سنوات بنشتغل في المجال ده، مجال التوعيه بمخاطر الاباحيه على الدماغ والعلاقات والمجتمع، وايضا في مجال مهم جدا موازي لي وهو مساعده مدمني الاباحيه على التعافي. نعم جميل. طيب لما نتكلم عن المواقع الاباحيه بشكل عام، يعني موضوع خطير جدا، لكن السؤال اللي بيطرح نفسه سؤال مهم، شنو الاسباب اللي بتؤدي للانخراط او الادمان او المشاهده بالنسبه للمواقع الاباحيه؟ الشباب يعني في حياه كثيره بتشغلهم في الحياه، لكن الاسباب والدوافع الاساسيه بتخليهم يشاهدوا المواقع الاباحيه. هو طبعا في اسباب اصلا اللي بتخلي الشخص نفسه يبحث عن الاباحيه ويشوفها، وفي اسباب بتؤدي للادمان، لان مش كل شخص بيتعرض للاباحيه بيدمنها، لكن نسبه كبيره منهم بتدمنها اكتر حتى من المخدرات الكوكايين والهيروين. نعم. بسبب اسباب كتيره جدا، ان الاباحيه لها خصائص مختلفه عن المخدرات، بتجعل في جاذبيه كبيره جدا للبشر تجاه الاباحيه الجنسيه عبر الانترنت، منها الخصوصيه والوفره والرخص الثمن، ده مش متاح، وكمان ارتباطها بالشهوه الجنسيه لدى البشر، ده مش موجود في المخدرات. الاسباب ان الشخص بيبحث عن الاباحيه خاصه في السن الصغيره، لان السن الصغير هو عنده حب للفضول فعايز يكتشف الجنس الاخر ويشوف العلاقه، واحنا ما عندناش في العالم العربي تربيه جنسيه حتى لو حتى مقيده بتقاليدنا وعاداتنا وديننا، مفيش. فاليافعين واليافعات بيعملوا ايه؟ بيبداوا يبحثوا عن شيء هم حابين يعرفوه، فجوجل بيوديهم على طول للمواقع الاباحيه للاسف. تاني حاجه العزله والوحده وعدم وجود عمل والفراغ، ده بيؤدي للشخص ان هو يرتبط جدا بالبحث عبر الانترنت، وارتباطه بالانترنت ووجوده عليه ساعات طويله بيرتبط غالبا بتصفح المواقع الاباحيه. كمان الامراض النفسيه او يعني الاكتئاب، القلق، الناس بتداوي الاكتئاب عندها والامراض النفسيه دي حتى العرضيه بالمواد الاباحيه، لانها بتسبب ارتفاع في نسبه الدوبامين في الدماغ، وبالتالي ده بيعالج بعض الاعراض النفسيه. بس بعد ما الشخص بيشوف الاباحيه او يدمنها بتؤدي به سلبا الى للاسف امراض نفسيه، بتزيد حده الاكتئاب مره ثانيه، بتزود حدتها فعلا، وبتؤدي كمان لامراض نفسيه ثانيه زي الرهاب الاجتماعي والقلق الاجتماعي وغيرها. كمان بعض الناس بيبحثوا في الاباحيه من اجل الاثاره زي المتزوجين، اثارات جنسيه، او ان هو يقول ان انا بزود يعني علاقتي الزوجيه وقوتها عن طريق مشاهده المواد الاباحيه. ولكن للاسف يعني كل اللي احنا حكينا عنه سواء معالجه العزله والملل والفضول وغيره وغيره، الاباحيه ما بتعالجش اي من ده كله، بالعكس هي بتقلل الارتباط بين الزوج وزوجته، بتضعف الرابط الزوجيه، بتزود الاكتئاب، بتزود القلق،
بتزود الوحده والعزله للاسف. في الاونه الاخيره الجهات المسؤوله بدات في حظر يعني جزء من المواقع المختلفه سواء كان في محركات البحث من عدم الاطلاع عليها لاي بلد كانت يعني. بنتكلم عن مطالعه هذه المواقع، هل مشاهده الافلام الاباحيه هي عاده سيئه فقط ولا يمكن ان تتحول الى ادمان؟ وكيف نعرف يعني ان هي ادمان بالتحديد؟ سؤال ممتاز. هو طبعا في فرق كبير بين الهابت العاده والادكشن، فرق كبير جدا يعني. من اهم الفوارق ان في العاده ان الشخص بيكون مسيطر على نفسه ويقدر ان هو يغير العاده دي نوعا ما بسهوله، تحتاج عزيمه وعمل جاد. لكن الادمان لا، الادمان بنعرف ازاي ان الشخص مدمن انه بيفقد سيطرته على نفسه، لوس اوف كنترول، لان الدماغ بيأثر على القدرات، حاجه اسمها الوظائف التنفيذيه في قشره الفص الجبهي لينا احنا كبشر. ودي الدراسات الجديده اللي اثبتتها. يعني الوظائف التنفيذيه الاكسكيوتيف فانكشنز اللي في حاجه اسمها بري فرونتال كورتكس، قشره الفص الجبهي بتاعنا كبشر بتفرقنا عن الحيوانات. الوظائف دي بتتضرر تضرر ملحوظ جدا باي نوع من الادمان. والكلام الجديد ان بيقول ان الاباحيه بتعمل كده واشد احيانا من المخدرات. فايه الوظائف التنفيذيه؟ اللي هو اتخاذ القرارات السليمه والقدره على حل المشكلات وتخطيط المستقبل والتركيز والذاكره والكبح والصبر. كل الوظائف دي كلها بتتضرر، فبالتالي الشخص يفقد ارادته. يقول انا 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 فعلا مش قادر ابطل. انا في اعراض جانبيه كتير ظهرت في حياتي، اسرتي اهملتها، اولادي ضاعوا، زوجتي بتطلب الطلاق، تاخر في دراسي، غياب عن العمل، فقدان وظيفه، كل ده بيحصل حواليه وهو مستمر لانه مش قادر يبطل بسبب اللوس اوف كنترول، فقدان السيطره. ده اهم ما يميز الادمان عن العاده. تاني حاجه ما يميزها دي مهمه جدا، ان الادمان بيحتاج بروفيشنال هيلب، مساعده مهنيه محترفه لشخص يكون عنده خبره في علاج الادمان. يعني على ذلك اللي الناس كتير بتعاني مش قادره تبطل لانها ما تعرفش ازاي تبطل ومفيش حد بيساعدها. فاحنا في فريق واي قدرنا لاول مره في العالم العربي ان احنا نقدم مساعده جاده حقيقيه ونوفر بيئه امنه لاشخاص كتير جدا في العالم العربي كنا شاهدين على عوده الثقه والامل لحياتهم بعد التعافي من الادمان الاباحي والعاده السريه ورجوعهم مره ثانيه للحياه كاشخاص يقدروا يخدموا بلادهم وينفعوا نفسهم. جميل. طيب هل بتعتقد ان المفيد عشان احنا نواجه السلوكيات دي؟ لان هو سلوك بيؤدي للادمان، بيضر بالانسان، بيضر بعقله تحديدا، العقل اساس الانسان. احنا عشان نواجه السلوكيات دي هل من المفيد ان احنا نزيد الوعي بالنسبه للاطفال والمراهقين؟ وهل زياده الوعي ده ممكن تؤدي لانه هو يكون عندهم فضول اكثر للتعرف على هذه المواقع؟ فعلا حتى القضيه دي ناقشوها في الغرب كتير، يعني اللي هو لا انا لو وعيت اولادي بقضيه حساسه زي دي. نعم هم ممكن يكونوا ما عارفين اصلا يعني. انه تزود فضولهم من ناحيه الشيء ده وبالتالي هم يتعرضوا ليها ويشوفوها. يعني احنا لما نعرف حقيقه الامر عن طريق الارقام والدراسات نفهم كويس جدا هل كلامنا ليهم ده بيزود فضولهم ولا لا. الدراسات بتقول ان نسبه مش قليله كبيره جدا من الاطفال اول سن التعرض ليهم في الدراسات الحديثه 11 سنه. كتير من الاباء والامهات بيعتقدوا ان اولادهم قطط مغمضه وما بيعرفوش حاجه. لا، عدد كبير جدا من اطفالنا بيتعرضوا للاباحيه للاسف حتى قبل 11 سنه. الدراسات الجديده بتقول 9 سنوات. ارتفاع نسبه التعرض للاباحيه في السنوات الاخيره بين خاصه الذكور زادت بشكل رهيب جدا. ادت للمتخصصين بره الغربيين بعد ما لاحظوا جرائم الجنس بتكثر بين الاطفال والشذوذ والاعتداءات الجنسيه والتحرش وغيرها والتغيرات السلوكيه اللي بتظهر عليهم. لان الاطفال يعني اذا تعرض الطفل استعرض لاباحيه ده بيكون عرضه اكتر للادمان من غيره وبيكون تاثيراته عليه نفسيه خطيره جدا ويصعب التعافي لما يكبر. مش بنقول مستحيل لكن بيبقى صعب. فلو ان يعني ان احنا لازم نوعيهم، لان اصبح الان وسهوله الوصول للاباحيه حتى لو سوفت بورن موجوده على اليوتيوب اللي في ايد اولادنا دلوقتي كلهم. صح. سمارت فون مع كل اولادنا. فانا ماري ان لايدن مثلا بتقول ايه، دي استاذ طب النفسي جامعه بنسلفانيا، بتقول انه في كتابها اللي هو جايد لاينز فور بيرنتس كانت عامله زي دليل ارشادي للاباء والامهات ازاي يتكلموا، لان احنا لازم نتعلم ازاي نتكلم مع اولادنا. مش اي حد هيتكلم ومش اي كلام يتقال لفئه عمريه معينه. يعني بتقول انه لم يعد السؤال هل سيشاهد ابني الاباحيه ام لا، ولكن متى سيشاهد، لان هو هيشوفها. انا عايز اقول لكم ان في امريكا بيقولوا ان مفيش حد بلغ 18 سنه الا كان تعرض للاباحيه. واحد حاول يعمل دراسه في على ما اعتقد جامعه موناكو، فبيقول ان هو حاول يقارن ما بين سلوكيات الناس اللي تعرضوا للاباحيه في جامعه الطلبه يعني واللي ما تعرضش للاباحيه، ما لقاش حد ما تعرضش للاباحيه، فلغى دراسته بعد 6 شهور من تقديمه. فده شيء. طب احنا في العالم العربي هل احنا كده؟ في العالم العربي احنا كده، ربما يكون اسوأ. احنا للاسف في منطقه الشرق الاوسط الدول
كتيره من المنطقه الشرقيه الاوسطيه تحتل نسب عاليه جدا في المشاهده حول العالم بسبب غياب الوعي. صحيح. الـ 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 المشكله عندنا ان احنا ما عندناش وعي، عندنا محافظين ربما فعلا الحمد لله في تقاليدنا عددنا لدنا، لكن الانترنت غير المجتمع، غير المجتمع كليا، في السر بيحصل كل حاجه. طيب يا دكتور، اذا كان هنالك شخص نظرا مثال يمارس العاده السريه او مشاهده الافلام الاباحيه، هل يمكن ان يعالج نفسه بنفسه من غير ان يلجا لفرق مختلفه تهتم بالوعي والتثقيف؟ هل ممكن؟ هو طبعا يعني ممكن بس صعب. يعني ليه؟ لان زي ما قلت لك المدمن لازم يكون عنده حد يشجعه، يراقبه، يحفزه. يعني احنا بنقول مثلا ايه، بنقول ان للتعافي من الادمان الاباحي باختصار، لان الطرق كتيره جدا والوسائل عديده، لكن هي بتمشي غالبا في اربع عناوين رئيسيه. لازم اول حاجه الفهم، يعني المدمن لازم يفهم مشكلته، ليه انا مش قادر اسيطر على نفسي، ليه انا مدمن، وهل فعلا ده ادمان حقيقي ولا مجازي؟ لا، ده ادمان حقيقي، لان اصلا هم بيسموه دلوقتي في الغرب الفيجوال كوكين، كوكين البصري، اللي هو من اصعب انواع ادمان مخدرات الكوكين. ودي حقيقه. ليه؟ لانه بيرتبط بنفس فكره الادمان الاباحيه، اللي بيحصل في دماغ المدمن الاباحيه هو اللي بيحصل في دماغ مدمن المخدرات، زي ما اثبتتها دراسه كامبريدج مؤخرا في 2014، لما لاول مره فيرليفون وفريقها البحثي بيصوروا ادمغه البشر اللي هم مدمنين الاباحيه، اللي تفاجئ الفريق البحثي هي فيرليفون ان صور الفانكشنال ام ار اي لادمغه مدمن الاباحيه تماثل تماما صور النشاط الدماغي لادمغه مدمن المخدرات. يبقى لازم يفهم الاول ايه اللي بيحصل في دماغه وليه فاقد السيطره. تاني حاجه ان هو يعني يتعلم التفكير العقلاني. احنا كبشر عندنا زي ما قلت قشره الفص الجبهي للدماغ اللي بتتميز عن الحيوانات دي، بتقوى باتخاذ القرارات السليمه. ازاي هو يقويها؟ ان هو لما يمتنع عن الاباحيه، تمام، احنا بنعلمه ادوات معينه ووسائل ان هو يستطيع من خلالها ان هو يتخذ القرار السليم لما تجيله فكره الدخول للاباحيه. تالت حاجه اعاده التشغيل. لما الشخص بيتوقف عن ادمان الاباحيه بيعيد تشغيل دماغه تاني عن طريق ان كل المواد الكيميائيه بترجع لطبيعتها، الدوبامين، السيروتونين، التستوستيرون، والنور ادرينالين والاكسيتوسين، كل المواد دي بترجع لطبيعتها تاني، فالشخص بيرجع توازنه مره تانيه. ودي البشره اللي بنبشرها للمدمنين، ان كل التغيرات اللي بتحصل بفعل ما احدثه الله عز وجل في ادمغتنا من طبيعه اسمها نيوروبلاستيستي اللي دون العصبيه، بيرجع دماغنا مره تانيه يستعيد قدراته اللي فقدها بسبب الادمان. مش بس التوقف هو اللي لازم يحصل، لا، لازم بخط موازي ليه اللي هي الخطوه الرابعه المهمه، اعاده التشكيل. لازم الشخص المدمن يعيد تشكيل دماغه. اطفالنا فقدوا بسبب الاباحيه اهتماماتهم، هوايات، ان هو ينمي هواياته، انشطه، مفيش علاقات، لا هوايات ولا انشطه ولا علاقات بسبب المواد الاباحيه. ففقدوا ده كله، اصبحوا مرضى نفسيين واصبحوا عندهم سلوكيات سيئه جدا جدا جدا. فلازم عشان يستعيد قدراته الدماغ، مش بس يتوقف، لازم يغير اللايف ستايل بتاعه، نمط حياته، يعني باكتساب عادات وهوايات وانشطه وينخرط في المجتمع. فلابد يكون في حد مسؤول عن ده. احنا في واعي بنوفر للناس المدمنين جروبس للتعافي، وبنفتح جميع حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، اي واحد ممكن يستشيرنا ويسالنا ونساعده ايضا ونوجهه ونديله خطط علاجيه ازاي ان هو يتعافى من ادمان الاباحيه. يعني نقدر نقول الانسان نفسه هو شريك في عمليه العلاج، لانه ما لم يخطو الخطوه الاولى ويكون شجاع ويعترف انه هو حاب يتعالج من الادمان، معناه هو ما هيتعالج، فهي عمليه مشتركه. طيب ما الدافع الرئيسي والاساسي اللي خلاكم انتم تهتموا بمثل هذه السلوكيات تحديدا؟ الدافع اللي خلانا احنا في فريق واعي، يعني انا بدات بمبادره شخصيه، يعني لاني لقيت ان فعلا العالم العربي عنده نقص وفي سواء في فهم المشكله ومخاطرها، وكمان يعني قصور في التعامل معها. يعني كتير حتى من الناس المتخصصين اللي الناس بتلجأ لهم لما بيعانوا من مشاكل متعلقه بادمان الاباحيه، زي الطلاق والضعف الجنسي لدى الذكور اللي انتشر جدا في الوقت ده بسبب المواد الاباحيه، والامراض النفسيه، الاكتئاب والقلق الاجتماعي والاجتماعي، وزياده الاستغلال الجنسي للاطفال والشذوذ والاتجار بالبشر وغيرها. المشكلات دي كلها سببها الاباحيه. احنا في العالم العربي نتكلم عن قضيه، نسمع كل يوم بحادثه صادمه، طفل او طفلين اعتدوا على طفله واغتصبوها وقتلوها، ولما يحققوا معاهم يقولوا احنا بنقلد المواد الاباحيه، او التحرش او الاغتصاب او الشذوذ. بنسمع المشكلات دي او انتشار الطلاق اللي هدد الاسر العربيه دلوقتي بشكل مخيف. صحيح. والعزوف عن الزواج نفسه، ده كله بسبب المواد الاباحيه. فاحنا بنتكلم عنها، بنتكلم عنها ظواهر مستقله، ونقعد نحلل ونقول اسباب. السبب الرئيسي الان والعامل اللي زود هذه المشكلات في العالم كله مش العالم العربي
هو المواد الاباحيه. فانا يعني لما قرات الدراسات ستادز اللي اتعملت الموضوع ده واللي اثبت ان ده ادمان وهي سبب المشكلات دي كلها، فحبينا ان احنا نطرح مبادره الاول مره ويكون لنا انتشار في العالم العربي في المقام الاول، ان احنا نحل ونساهم في حل تلك المشكلات والحد من استخدام المواد الاباحيه اللي بتسبب المشكلات دي. وبالتالي احنا رؤيتنا اصلا في وعي ان احنا ننشئ مجتمع واعي بمخاطر الاباحيه ونساعد المدمنين على التعافي، وايضا يعني نبلغ رسالتنا للمجتمع العربي ان احنا نعزز المسؤوليه الفرديه والمجتمعيه والحكوميه للحد من استخدام المواد الاباحيه اللي بتساهم بشكل كبير فيه. عايز اقول زي ما قال باتريك كارنز يعني اللي هو يعني اشهر معالج جنس في العالم، وهو اول واحد اتكلم عن السكس ادكشن في السبعينات، بيقول ان احنا بنواجه تسونامي بيدمر البشريه كلها، لو ما وقفناش كلنا مع بعض تجاهه هنخسر كتير جدا جدا. وهذا بمساعده كمان الاسره، يبقى ان تكون هي الرقيب الاول على ابنائها منذ الصغر طبعا. وحتى وتتعلم الاسر نفسها. صحيح. تتعلم. صحيح. نحن مقدرين جدا دكتور محمد عبد الجواد مؤسس فريق واعي على كل الاضاءات، وحنستمر معك ان شاء الله. كتر خير ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جميعا لك.